خير متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم الاثنين سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة إلى حارة جدا، بلغت ذروة درجات الحرارة اليوم الاثنين 36 درجة مئوية على أقل تقدير. رح نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لفترة السحور ليلة الاثنين على الثلاثاء إن شاء الله. بتسجل حاليا 14 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 36 درجة مئوية، وسرعة الرياح 7 كيلومتر في الساعة. رح نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لنهار غد الثلاثاء في عموم مناطق المملكة، ابتداء شمالا وإربد نهارا بتسجل بين 32 و12، عجلون 31 و13، المفرق 35 و15 درجات حرارة عالية وأجواء حارة، جرش 34 و17 درجة مئوية بتسجلها ليلا. رح نستعرض وإياكم درجات الحرارة في العاصمة عمان، 31 نهارا 14 ليلا، كل البلقاء ومادبة درجات حرارة متقاربة بين 31 و32 نهارا، وبتنخفض ليلا إلى 14 درجة مئوية. الزرقاء أجواء حارة، 35 نهارا 17 ليلا، البحر الميت أجواء حارة، 36 درجة مئوية نهارا، وبتنخفض بالليل ل 22 درجة مئوية. رح نستعرض وإياكم درجات الحرارة في المناطق الجنوبية، الكرك 31 نهارا 16 ليلا، الطفيلة بين 30 و15، الشوبك بين 28 و14، معان هناك فرصة لهطول لزخات من الأمطار رعدية 33 نهارا 18 ليلا، والعقبة 36 نهارا أجواء حارة، وبتنخفض بالليل ل 34 درجة مئوية بإذن الله. أخيرا نستعرض درجات الحرارة في المناطق الشرقية، كل مصطفاوي الرويشد والأزرق درجات حرارة متقاربة 37 نهارا، واحتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية، وبالليل بتنخفض إلى 18 درجة مئوية. تابعونا في تفاصيل نشراتنا القادمة. تصبحون على ألف خير.